النجومي ده رزقك. جاوبني بكل صراحة، تكلم عن بكل النجم ده بكل صدق. تكلم. خليك خليك صادق. انت دقيقة يا يا علي، شوف الاسلوب الـ بتاع المماطله ده ما بنفع. انا عامل ميوت المايك عندك، سيبك من خليك انت صادق وانت ما صادق ومن ضميرك، انت ما قاعد جوا ضميري تمام. عندك سؤال خش في سؤالك مباشره، انت ما دار تصادقني ولا انا دار اصادقك صح، من غير جرجر. عندك سؤال خش اسال سؤالك مباشره، انا هجاوب لك انا صادق ما صادق، دي حاجه ما بتخصك. عرفت طوالي؟ خش خش اسال سؤالك. والله النجوم بصراحة انت انسان محترم اول حاجة، عرفته؟ انسان محترم جدا وانا بحترمك جدا يا نجومي. على طول والله شفتها بتفتح اللايفات دي، انا بشاهدك بفتح اللايف تبعك وبكون قاعد بتقول تكبيس تكبيس بكبس، والله بدوس تكبيس كده لما علي علي اتفضل اتفضل اسمع كلامي يا نجومي. انا بدي اسالك سؤال واحد بس جاوبني بكل صراحة. نجومي يا اخي، انت هسه قلت ان احنا بنقول امبايات وفلنجايات وكلام زي ده. انا ما عنصري ولا بحب العنصرية اول حاجة، انا من غرب السودان تمام. لكن يا نجومي يا اخي، زمن البشير، زمن عمر حسن احمد البشير، الانتهاكات والمشاكل اللي حصلت زمان من دارفور دي اللي ارتكبها منه؟ بقول ده للجنجويد اللي ارتكبها منه؟ خلص اسئلتك وعامل ميوت انا بجاوب عليك. لا جاوبني، ما انت قلت سؤال بسؤال، اديني اجابه للسؤال ده كده يلا يلا عشان ما اديك فرصه لا تفكر. هقول لك بسؤال، انت ما حتديني فرصه كيف؟ هو ده منصتي وما دارت تديني فرصه. اوكي اوكي يا نجومي، بسؤالك السؤال انه انت قلت في احد عمر البشير ارتكب الجرائم، وانا ارتكب عمر البشير امشي حاسب عمر البشير هنا. انا ما عندي شغله لا بعمر البشير ولا عندي شغله بين النظام السابق. ارتكب عمر البشير امشي شوف عمر البشير وين، امشي حاسب وانا ذاته دار حاسب، امشي شوف عمر البشير وين، امشي شوف الوزير الدفاع كان في احد منه وارتكب الجرائم ده في زمنه هناك، انا ذاته دار حاسب عمر البشير. ارتكب عمر البشير مظبوط الزمن ده برهان كان ما في يعني. انا ما عندي شغله بالبرهان، ما عندي شغله باي زول. انت سالت ارتكب الجرائم وانا قلت لك ارتكب عمر البشير. انت دار تفصيل اكثر، انا حاوريك حميدتي ارتكب جرائم وين، وحميدتي استخدمه وين، وتم تكوينه وين، والجنجويد ده كانوا شنو، والدعم السريع ده امتداد لشنو، الكلام ده كله انا ما دار اخش لك في التفاصيل. انت سالت اللي حصل في دارفور ده، اللي ارتكب الجرائم وانا قلت لك عمر البشير، وامشي حنداك عمر البشير امشي حاسبه. لو حاسبت عمر البشير ده انت بتكون خدمت الشعب السوداني ده كله. يا عمر البشير بنشوف وين امشي حاسبه. هذا السؤال اللي بعده، السؤال الاخير والثاني اليومي الثاني والاخير، بافتراض انه مثلا الحرب دي انتهت وانتهت بيد الجيش، الجيش هو السيطرة على السودان والجنجويد انتهى، هل ممكن يعني القبائل تبع غرب السودان بالذات بالذات المسيرية والرزيقات اوكي، هل هيتم معاملتهم كمواطنين عاديين وزي اي جنسهم زي اي جنس ثاني في السودان كأي مواطن، سواء كان شمالي سواء كان ممكن، ولا حيكون بعدين في تمييز وفي ظلم وفي شغلات ثانيه؟ والله شوف، في عقوبة اجتماعية وفي عقوبة من الدولة. العقوبة من الدولة بتحاسب كل شخص تورط في الجريمة، سواء كان شفت ناظر سواء كان اي زول تورط في الجريمة دي. يومي عفوا سوري، انا ما بقول لك زول تورط، المواطنين العاديين. انا فهمت سؤالك تمام، انا قاعد ابين لك ودار اشرح لك سؤالك ده تمام. اذا لو دارت كبشر او في زول دار كبشر يعني تمام، اي زول اتورط في الجريمه دي بغض النظر انه كان من الخارج كان من اي مكان، بس سؤالك بالتحديد القبائل اللي انت ذكرتها القبائل العربيه دي، اي زول اتورط في الجريمه اللي حصلت للشعب السوداني ده هيتحاسب، سواء كان ناظر سواء كان شنو اي شيء هيتحاسب. ده بالنسبه للدوله. العقوبه الاجتماعيه في ناس ما حتثق في ناس معينين، في ناس ما حتناسب ناس، في ناس ما حيشغلك في شغله الخاص، انا ما بتكلم في شغل الدوله، دي اشياء دي اسمها عقوبه مجتمعيه. المواطن هو اللي بيتصرف بناء على الشيء اللي مر به. اما بالنسبه للقبائل دي كلها كده، القبائل دي الان موجوده في الشماليه، موجوده الان في 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 بورسودان، موجودين في القدار، موجودين في كافه المناطق دي وبياخذوا مستنداتهم، موجودين في الفرقه بابونوسه، موجودين في الابيض، ما في زول سالم. لانه بكل بساطه الدوله ما قاعده تحارب في قبائل، ولا الدوله متبنيه الخطاب بتاع انه تحارب في قبائل، عكس اللي قاعد يسويه الجنجويد، عكس الشيء اللي عمله في الجنينه، عكس الشيء اللي الان بيسووه في الفاشر، عكس الشيء اللي عمله في كل مدن بتاع دارفور المختلفه، انهم جو خطابهم ضد قبائل معينه سموهم فلنجايات وامبايات اللي هم بمعنى عبيد وخدم، وانه الناس ديل طلعتوا شير عديل كباشي ابن القادم ما بيحكمنا وكذا وشير، وانت عارف الكلام ده. فالسؤال ده بنفس الثقه، احنا لو خيرنا السؤال ده وقلنا انه
اذا لا سمح الله الجنجبيل مسك السودان يومي بس سوري انا بقاطعك قلت طلعوا شيء عديل بس سوري بس انا مضطر اقاطعك قلت طلعوا شيء عديل وقالوا كباشي ابن الخادم وما عارف مزبوط قبيل انا من قبيل قاعد في اللايف بتاعك ده لما كان الشاب بيبي بيحكي قال يا اخي كان اسال قبيله الحمر تقريبا مزبوط فقال ما ممكن يا اخي انا اسال قبيله كامله بسبب واحد بس من قبيله الحمر فانت هسه حاليا يا نجوم ما تقول الشاعر خلاص ما ممكن انت بسبب واحد شاعر من القبائل دي تقوم تعم الشغله يا اخي اوريك الفرق اول حاجه زول اللي قال شير ده عسكري من الدعم السريع وجنود لابسين الزي الرسمي بتاع الدعم السريع وباسلحتهم وهم اللي قالوا الشير ده واساوا لكباشي وده تراث موجود عند قبائل معينه موجوده في غرب السودان بتصف مجموعات معينه بانهم هم امبايات وكذا اما الكلام اللي قاله بيبي ده كان صراع بينه وبين شخص الزول ده اسال قبيلته هو اسال قبيله هو رد له الاساءه في قبيلته وبعدين بيبي طلع اعتذر مع انه الشخص الاخر ما طلع اعتذر وده دل يدل على انه بيبي قلبه كبير وزول عنده شجاعه وبيقدر انه يواجه اخطائه اخطا وطلع واعتذر كلنا خطاؤون فده في فرق شاسع بين انه بيبي اول حاجه ما بيمثل القوات المسلحه هو داعم للقوات المسلحه لانه القوات المسلحه بيمثلها زول اللي بيلبس الزي بتاعه كلنا احنا داعمين طلع واعتذر بكل شجاعه واقر بالخطا بتاعه وانه ماشي للافضل ومستحيل انه يكرر خطا زي ده اما انتوا ده شعر طلع قالوا اساكر بيلبسوا الزي بتاع الدعم السري ما شفنا تحريك حصل من القياده بتاعت الدعم السري انه يتم محاسبتهم ويتم فصلهم وده ما بيمثلوا المؤسسه بتاعتكم فاذا انهم ما طلعوا ولا تكلموا ولا حاسبهم ده اسمه الاقرار اسمه الضمني بالقانون في قانون الاثبات وحاجه اسمه الاقرار الضمني انه انا ما ببدي رده فعل على الحاجه دي وده يدل انه انا موافق على الحاجه اللي حصلت دي تمام زي في حاجه اسمها السنه التاكيديه او التوكيديه انه الصحابه يفعلوا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بيسكت بمعنى انه هو موافق على الشيء ده فده يدل انك انتم موافقين على الاشعار والكلام اللي العنصر اللي كانت تقوله انا هسه انت وجهت سؤالين وجاوبنا لك انه ان الرزيقات والمسيري وبني حلبه وغيرهم قاعدين في الابيض قاعدين في بابونوسه قاعدين في بورسودان قاعدين في مختلف المناطق قاعدين في مناطق التنجيم النزهه في كل المناطق ما في زول سالهم ولا في زول بيسالهم اساسا انه الحرب دي ما ضدهم الحرب دي ضد الناس اللي تمردت منه السؤال انا بطرحه لك انت قلت يا اخي احنا الدعم السريع والدعم السريع وانت بتدمر كده وريني القضيه بتاعتك اللي انت بتقاتل من اجلها شنو والله يا نجومي القضيه كان قبل خلاص انا برجع لها بقولها لك ثاني انا اول شيء نجومي دار اقول لك زي ما قلت لك انت انسان محترم والله ولايفاتك دي من زمان انا شايفها وبستفيد منك بالمناسبه يعني انت انسان ما شاء الله شكلك كده ذاته يعني ملم بالتاريخ تبع السودان حتى في شغلات كثيره انا استفدت منها والله نختصر لك اوكي لا انا لازم امدحك انا قاعد في منصتك يعني نويم ولو لا لازم امدحك ودي حقيقه بالعدم دي حقيقه والله انت احنا كلنا سودانيين وكلنا مواطنين اول شيء النجومي انا الليله ما اقول لك انا دعامي ما عندك حق تكرهني ولما انت تقول لي انت بتدعم الجيش انا ما عندي حق اكرهك اوكي يعني احنا هسه حاليا قاعدين في غربه والله معانا بيدعم الجيش ومعانا بيدعم الدعم السريع وعايشين احلى حياه لكن في النهايه نتمنى الخير لبلدنا وربنا يا اخي في النهايه نقول يا اخي ربنا يوقف الحرب دي لكن يا نجومي اوكي انا قضيتي انا بطرحك وانا لو لقيتك بوديك لله عديل الموضوع ده منتهي ما في اي حوار انت تتصف في النساء انا كمواطن بدعم الدعم السريع لو لقيت الفرق بينك وبين الدعامي السلاح صح ولا كذب انت هسه الفرق بينك وبين جوجو مع جوجو ديل شنو يا نجومي سؤال. انا دور مواطن انا بدعم قضيتي بس من بعيد لكن من بعيد انا السودان ذاتي هسه وقت الحالي لماذا انا مش لوي هذا سؤال بسيط الفرق بينك وبين جوجو ما جيت شنو لا يا اخي الفرق داك جندي داك جندي وانا مواطن يا نجومي الفرق بينك داك جندي ماسك سلاح وانا مواطن عادي ما بمسك سلاح يا دول انا درست تخصص معين وماشي في تخصصي داك جندي علي انا والله اديتك فرصه ودار اتناقش معك وانت شكلك دار تجرجر تمام انا سالتك سؤال دار تجاوب لي بكل بساطه اما لانك ما دار تجاوب انه الفرق بينك وبين جوتشو وما جوتشو طبعا السلاح وداك ما في حاجه اسمها عسكري دول كلهم مستنفرين ناس جو استنفر على اساس قبل السؤال بسيط دارك من خير مقدمات من خير الكلام ده كله وريني انت بتدعم الدعم السريع لشنو بس من خارج مقدمات تفضل شبابك يا طيب تفضل يا علي اوكي اوريك انا بدعم الدعم السريع لشنو يا نجومي ليك الله بدون مقدمات طوالي توش افتح الباب وخش اوكي دار اتناقش معك وانت شكلك دار تجرجر تمام انا سالتك سؤال
دار تجاوب ليه بكل بساطة. أما دا إنك ما دار تجاوب إنه الفرق بينك وبين جوتش وما جوتش، طبعا السلاح وداك ما فيها جسم عسكري، دول كلهم مستنفرين، ناس جو استنفر على أساس قبل. السؤال بسيط، دارك من خير مقدمات، من خير الكلام ده كله، وريني أنت ابتدى قدام السرير لشنو بس من خارج مقدمات. تفضل شبابك يا طيب، تفضل يا علي. اوكي اوريك انا بدعم الدعم السريع لشنو يا نجومي. ليك الله ليك الله، بدون مقدمات طوالي توش، افتح الباب وخش.